توزتوها بكري نخدموها تسكت نخدموها تسكت، كي جينا نشوفوا ونبدلوا يعني حاولنا نبدلوا بعض حاجات، كي بدلنا الكابتير نتاع البركان ولت لاباس ما عادش تسكت، خدم سكت وخدم هيك كانت قبل دوما نخدموها تسكت، لان هذا ركبنا الموتور جديد بعد ما ركبناه في المشكله هذه، كنا نقول ديفوه في البركان في الكابتير البركان هذه خدم، كانت قبل اول ما نخدمها تسكت بالخاص كي تسخن خدم هاي توه لاباس المشكله في هذه هسا الكابتير البركان هذه هو لقيناه المشكله منه هو غيرناه الحمد لله لاباس اول شيء تخدم عاديه ما فيها شيء وصلنا لها موتورها وتشوفوا ما شاء الله يعني جديد ان شاء الله وصوته ناعم يقول مصر يعني الحمد لله لاباس يعني سريري شويه تاهي صوت الانترنت يبدا الكروم تاعو تدور سكت وخدم خدم ما شاء الله هذاك الدخان شوف فيه هذاك من الغسيل هذا الغسيل كنا نغسلو فيها توا بالمازوت يعمل الدخان هذاك